وصلنا للجزء الثاني من حكي ميديا. مساء الخير عن جديد ألا. مساء النور مرة تانية روان ويارا، وعن جديد يسعد أوقاتكم مشاهدينا. الناشطة اللبنانية سمارة الحريري تحمل مسؤولية مقتل الطفل السوري أحمد الزعبي لبلدية بيروت وتدعو لفتح تحقيق بالحادثة. خلونا نشوف. هلا أنا ما بدي أحكي سياسة، بدي أحكيكم كصاحبة حملة أنصف المظلوم. مبارح أو أول مبارح ما بعرف، بس بعتقد هي مبارح القصة، كان في ولد سوري من اللاجئين السوريين يلي تشردوا من ظلم المجرم الخنزير السفاح الإرهابي الدكتاتوري بشار الأسد. هربوا من ظلم بشار الأسد كرمال ما يموتوا عند بشار الأسد، مع الأسف كل يوم ممنوعة على قضية. هيدا الصبي ماسح أحذية، هيدا الصبي كان عم يمسح أحذية الناس الوسخة كرمال يعيش بقرشه النظيف. هيدا الصبي تعرضوا له عناصر البلدية أكثر من مرة بالضرب وهانوه، وآخر مرة اللي هي كانت مبارح أو أول مبارح هيدا الصبي هرب منه لعناصر البلدية يا جمال عتاني وفات على الجامع او على البنايه، ما عرفنا لوين فات. الكاميرات على السوشيال ميديا حسب كلام السوشيال ميديا صفحه بيني الدولي وصفحه اغضب بتقول انه هيدا الصبي وقع من طابق السادس ومات. طيب هيدا بيرسم مين يا جمال عتاني؟ شو مربى عندك ميليشيات؟ وين صرنا نحن؟ هيدا الموضوع بيرسم جمال العتاني، هيدي بلديتك تبعيت بلديه بيروت الفاسده، خليني اقول لك فاسده، وعن مسؤوليتي الشخصيه ماني خايفه منك ولا من خيلك اركبه. هودي عناصر بلدية ما بيتصرفوا هيك مع المواطنين ولا بيتصرفوا هيك مع الضيوف. هودي لاجئين هربوا من تحت الموت مش يجوا يموتوا هون. قد ما كان في شيء اسمه ظلم حرام، بس الله لا يسامحك يا بشار الأسد يا خنزير يا مجرم يا إرهابي يا دكتاتوري، بسببك أنت عم بيقتل شعبه فوق ببراميل النار، هربوا من الموت اجوا يموتوا هون. لمعلوماتكم بدي أذكركم بس أنا ليش عم دافع عنه هيدا الصبي، هيدا ابن ملتي، ابن طافتي، هيدا من درع الصبي. بتعرفوا شو يعني درعة؟ درعة يعني هن الثورة، يعني هن الأحرار، يعني هن الصقور وهن الفهود. أخت رجال عن جد وحكيت بصوت الكل أكيد. رح ناخذ تعليقات. طبعا الهاشتاج اللي أطلقتها بنهاية الفيديو يعني لاقت انتشار جيد على السوشيال ميديا، بتخيل بكره يكون في تفاعل أكثر. مازن عم يقول أصبحت العنصرية أقوى من الحروب العالمية، بيقصد بنتائجها السلبية مع الأسف. أيضا بناخذ تعليق ثاني من محمد عم يقول سمارة الحريري تتكلم عن الطفل السوري الشهيد أحمد الزعبي بلبنان، والله يحيي البطن يلي حملك. التعليق الأخير يلي معنا عن هذا الموضوع من بلال، طلعت من فترة بمقطع فيديو صاروا يسبوا عليها، رجعوا هلأ كمان يسبوا عليها. أكيد يعني لأنه بيكون في أكثر من طرف وأكثر من صوت، بقى هي عبرت عن يمكن اللي بدهم يحكوا عن أحمد واللي بدهم يدافعوا عن أحمد واللي بدهم الحقيقة تظهر. يعني كنا ناطرين أنه اليوم يكون عن جد في خبر أحداث جديدة. طبعا وكمان بدي نوه لموضوع أنه سمارة دليل، يعني بدي أكد على حكيك روان إنه ما فينا نعمم وما فينا نتهم الشعب اللبناني كله بالعنصرية أو بعدم احترام اللاجئين أو أي ضيوف خلينا نسميهم موجودين ببلدهم. في كتير مثل سمارة، سواء يعني ناشطين أو حتى محاميين شفنا من فترة، يعني دائما في هيك وفي هيك. صحيح. قبل شوي قال كنا عم نحكي بشو صار عن موضوع عرسال والتكسير اللي صار، كتير ضيف حكى نقطة مهمة إنه بعرسال أصلا يعني هي حالة خاصة جدا باستقبالهم للسوريين واحتضانهم للسوريين، واللي صار كثير شيء غريب. صحيح. طبعا. يعني غالبا بيكون حدا باعتهم بيكونوا مندسين، خلينا نستعمل هاي الكلمات. يعني موضوعنا الثاني اللي رح ننتقل له مشاهدينا يدعو الى التفاؤل حقيقه، ويدعو لنحس قد ايه الاعلام وقد ايه السوشيال ميديا ممكن انه يكون لهم تاثير ايجابي. تلفزيون سوريا من يومين نشر فيديو حول قصه الحاجه الكفيفه فاطمه الموجوده بريف ادلب. الفيديو وصل لعشرات الآلاف وفي عدد كتير كبير منهم تواصلوا معنا وعبروا عن رغبتهم بمساعدتها. بعدين دخلت مشكورة منظمة بنفسج يلي تكفلت بإعادة تأهيل منزل الحجة وبتلبية كل احتياجاتها، وأكدت المنظمة أنه رح يتواجد حدا دائم من المتطوعات مع الحجة لحتى يساعدوها، ويعني بتلبية أهم تفاصيل كل تفاصيل يعني حاجاتها اليومية. طبعا بدنا نشكرهم، نشكر بنفسج، نشكر كل اللي تواصلوا معنا وكل اللي بعتوا رسائل للتلفزيون سوريا، وأي حدا لما يشوف هيك حالة بحب أنه يساعدها
عن جد مشكور، وعن جد هذا الشيء بأكد على أهمية السوشيال ميديا وعلى الشيء الإيجابي للسوشيال ميديا. صحيح. رح نرجع مشاهدينا نشوف الفيديو مرة تانية نحن وياكم. بدوق الموت والله، بدوق الموت قبل ما يجيني الموت، قبل ما يجيني الموت بدوق الموت. حدا مقطوع، ما لي حدا. والله لا أخ ولا أم ولا أب ولا 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 حدا، ما لي حدا. أصعب شيء الفقر. بتمنى والله مثل ما قلت لك أنسي 10 أيام هيك بأكل وشرب مثل الخلق، وخرج يوفر وحط راسي يموت. أول شيء الله يطول بعمرها للحجة، ثاني شيء إن شاء الله تعيش أيام تنسيها الأيام اللي عانت فيها من الوحدة والفقر. صحيح. والقهر. بدي أودعكم هلأ مشاهدينا كمان شوي صغيرة، بعد شوي رح انضم ليارا وروان بفقرة أهالينا. أنا اللي أصريت اليوم أني أطلع معهم بأهالينا، الموضوع كتير الموضوع حلو. خاص يعني وبيعنيكي بنعرف الموضوع بيعنيني كتير، وأنا كتير أنا اللي اقترحته أصلا. ما رح نحرق الموضوع كتير هلأ، بعد شوي مفاجأة أكيد طبعا. شكرا لك آلاء، ناطرينك أكيد. رح نروح هلأ لفاصل وبعده منتابع.